ويؤكد أن عددا من المؤسسات والمرافق الحكومية تستلم مخصصات كبيرة من المشتقات النفطية وجلها يذهب إلى السوق السوداء. تهريب المشتقات النفطية داخلي وخارجي هذا معروف. ممكن تشرح لنا هذه الحكومة بنفسها وضمن إحصائياتها في نهاية في شهر نوفمبر 2013 قدرت قيمة ما يهرب من مشتقات نفطية ب 200 مليار ريال يمني. هذا مبلغ مهول، هذا مبلغ مهول. إذا معنى ذلك القضية ليس قضية أزمة داخلية، القضية قضية نهب للمال العام من قبل المتنفذين، التهريب داخلي وتهريب خارجي. ايش تقول لي؟ ايش التهريب الداخلي؟ ايوه تقول لي التهريب الداخلي. ايش هو التهريب الداخلي؟ التهريب الداخلي يا اخي في اولا الكهرباء. تعرف كم دعم المشتقات اللي يدفعها الحكومه سنويا للكهرباء؟ 217 مليار ريال دعم المشتقات للكهرباء بس. اذا هل هذه الكميات المشقات من مازوت ومن ديزل تصل الى الـ 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 الى الى الكهرباء؟ انا اقول لك لا، تصل كميه منها وكميه اخرى تباع بالسوق. اذا معنى ذلك هذا هو التهريب الداخلي. اضافه الى هذا الامر، هناك في الاتفاقيات النفطية المبرمجة بين الحكومة والشركات النفطية، أنت كشركة تشتري مني النفط بالسعر الدولي. أنا أعتقد أن هذه الشركات لا تشتري 50% من احتياجاتها بالسعر الدولي، وإنما تشتري بالسعر المدعوم وتحسبه علينا بسعر الدولي ويضاف على نفط الكلفة. شوف هذا نوع من التهريب الداخلي. شوف يعني لا، هذا نوع من انواع التهريب الداخلي. الحكومه حددت 100 ريال للليتر مثلا الديزل لجهات معينه، قطاع خاص والى اخره، وشركات مش عارف ايش، وصدر قرار مجلس الوزراء بان شركات النفط تاخذ الفارق من الشركات على ان الشركات تشتري ب 100، ووزارة النفط تأخذ منها الفارق بما يعادل السعر الدولي. أنا ما أنا عارف كم أخذت فارق، ما أخذت فارق، لا أدري. لكن وعيب علي أن أنا كبرلماني أقول لك لا أدري، افترض أن أنا أدري. لكن إحنا سنتابع بهذا الأمر. إذن هذا نوع من التهريب الداخلي. التهريب الخارجي كثير من المتنفذين يأخذوا من المحطات ويهربوا. الدول الجوار. الدول الجوار عبر القناة الإفريقية. تصور محطة المخا أو مخازن المخا. المخا كم فيها؟ تعرف المخا؟ تعرفه؟ كم بتستغرق شهرياً؟ نصيب محطة المخا من المشتقات النفطية يعادل نصيب 3 محافظات: ذمار والجوف وصعدة. نصيب هذه المحافظات تساوي نصيب فين؟ المخا. شوف ذكرتنا نصيب بأغنية أبو بكر الشاعر الله يرحمه، حبوبة خطبها نصيب. يعني لماذا؟ لأنها قريبة على البحر. يعبوا يودون دول الجوار ومعروفين ومتنفذين وقيادات. إذن هذا التهريب الخارجي على سبيل المثال. إذن هنا أصلا إذا لا توجد دولة تحافظ على ثروة هذا الشعب، هذا المشكلة. يعني شوف فين التهريب الداخلي والخارجي والتلاعب فيه. وهذا يرفع دعم المشتقات النفطية الذي وصل في عام 2012 دفع يعني فعليا 639 مليار. الحكومة اعترفت بطريقة خجولة، قالت يا جماعة يلا خلونا نقول
200 مليار. 200 مليون رقم مهول تنهب. 200 مليار ريال تنهب من ثروة هذا الشعب. الخبير النفطي محمد الزوبة يؤكد ظاهرة تهريب المشتقات النفطية بطريقة فاضحة وبمعرفة الجميع، ويشير إلى أن عملية التهريب تتم في الموانئ بتسليم واستلام ورقي، بينما تباع الكميات الحقيقية في جيبوتي والصومال. يتحدث عن موانئ بلا عدادات هي في كل دول العالم من تضبط عملية الاستيراد. في اليمن لا شيء من ذلك، أو أنها كما يقول الوزير السابق معطلة. أركان النظام السابق، والمشاهدين الأعزاء يفهموا هذا الموضوع، أنه أركان النظام السابق بأنفسهم قالوا هذا الكلام يا أخي، قالوا هذا يتم، هذا المتهرب ديزل، وهذا يتم، هذا المتهرب ديزل. يعني ما هوش أنا أولا. ثانيا مدير الشركة السابق قبل عزله بأسبوع يعني اعترف أنه في تهريب، وكتب ذلك يعني في تصريح له مع صحيفة الثورة ونزل. أنا بالنسبة لي عن طريق الجمعية لحماية الثروة الطبيعية التقينا بالإخوان في مجلس النواب في اللجنة الخاصة لرفع الدعم على المشتقات النفطية، وطرحت عليهم أنا نقاط كثيرة ومن ضمنها يعني سبل معالجة الموضوع هذا، وأيضا كيف يتم التهريب. وأشرنا أنه يعني العدادات مثلا على سبيل المثال ما فيش عدادات الآن يا أخي، تصور أنه ما فيش عدادات. لما جابوا الوزير السابق لمجلس النواب استدعوه وسألوا عن الموضوع هذا، إيش قال؟ قال لا في عدادات بس معطلات. هذا قدام الناس كلمهم موجود في المحضر هذا الكلام. طيب أنا إذا ما كانش عندي عدادات في المستلمة، وهذا يجب الناس لازم يركزوا على الموضوع، هذا موضوع خطير، أنا هنا بيتم المصيبة. إذا ما فيش عندي عدادات في الموانئ اللي تستلم عن الكميات أو المشتقات النفطية، بتتم المصيبة هنا، لأنه بيعمل لك حاجة اسمها ورقية، يعني استلام ورقي تمام، بينما فيزيكالي أو يعني واقعي مش موجود تمام. يعمل لها يعني الناقل يوصل لها نص البحر ويعصرها ويوديها جيبوتي، يوديها الصومال، يوديها اريتريا، واتكل على الله. انا على فكره في الموضوع هذا في سنه 1998 التقيت مع يعني، ويمكن انه الان يسمعني يشوفني، وكلمته يعني شخصيه من اركان النظام، يعني شخصيه مهمه جدا، وبين اكلمه قلت يا فندم الان بيهربوا اسمها دايزر، وبيقولوا انهم بيهربوا عند السعوديه، يعني يصلحوا في السعوديه، يهربوا في بلدنا السعوديه. هذا في 98، 240 شاحنة قالوا بدها تهرب عن طريق حرض، مستحيل 240 شاحنة الخط ينقطع خط حرض. قلنا هذا التهريب على أساس يكون مجدي في علم التجارة النفطية لابد أن يكون عن طريق مراكب بحرية قوارب. صحيح إذا في مثلا يهربوا لهم بمواصير للبحر ويعملوا لهم كذا يعني، بس هذا بتماش هي ممكن مجدية بس يعني بجدوى بسيطة، لكن الجدوى الرئيسية في التهريب هي لا تتم إلا عن طريق قوارب ومراكب تمام رئيسيه بامكانها ان تعمل التحويل يعني للجهات الثانيه. فوش لما يجي عندك العداد ما يركبوش يقول لك اوكي احنا وصلتنا لليمن مثلا للحديده مثلا مليون برميل مثلا تمام، هو لا استلم مليون برميل ولا حاجه ولا شيء، استلم ورق وقال وين وزعناها للمحطات في تهامه. رئيس الجمهوريه السابق اعترف بعد ان غادر السلطه بوجود ظاهره تهريب المشتقات النفطيه، واتهم أشخاصا شاركوه الحكم والسلطة بذلك. الحكومة الجديدة أيضا اعترفت بظاهرة التهريب، وكذلك فعل مدير شركة النفط السابق. مؤخرا وضمن مسببات استقالته ذكر وزير النفط أنه يتعرض لضغوط داخلية وخارجية تحول دون أي محاولة لتعديل الاتفاقيات السابقة مع الشركات الأجنبية والتي تحوز على نسب كبيرة من النفط والغاز. وذكرت وسائل إعلامية عن مصادر مقربة من الوزير أن من ضمن أسباب الاستقالة أن أطرافاً في السلطة تتدخل بشكل كبير في عمل الوزارة والشركات النفطية. من إذن غير رئيس الجمهورية يستطيع أن يوقف هذا العبث المنظم بالنفط اليمني بتغييرات جذرية على مستوى الوزارة والمؤسسة العامة للنفط والغاز وكذا شركة النفط اليمنية وهيئة الاستكشافات، مع العلم أنه في كل يوم تأخير عن تلك الإصلاحات تخسر اليمن ملايين الدولارات.